أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وجه الرئيس باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة اللي بتمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية، وده في ضوء أدائها المتميز المشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة حتى خلال الظروف الطارئة وغير الاعتيادية. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال اللي تعرض لها. وأكد رئيس إدانة مصر المحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مشدداً على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة، وهو ما ثمنه الرئيس القمري معرباً عن خالص تقديره لللفتة الكريمة من الرئيس، ومؤكداً أن مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين. كمان امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له. تناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدماً في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية. أيضاً تطرق اللقاء لجهود تطوير العلاقات الثنائية، وتم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي والترحيب بانعقاده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجارية لمصر على النحو اللي بيحقق المصالح المشتركة للدولتين. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والمشروعات اللي بيتم تنفيذها حالياً لتطوير الشركات التابعة للوزارة. واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية. لذلك فنحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مع استمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها. أيضاً امبارح أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تلفزيونية عقب افتتاحه المجمع الصناعي الأول لشركة بيكو التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية. أضاف مدبولي أن الحكومة استهدفت اكتزاب ثلاث شركات عالمية عملاقة، هي شركة هاير الصينية العالمية اللي شرفنا فيها بافتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع مصانعها، واليوم شركة بيكو التركية ثاني أكبر شركة على مستوى العالم، والشركة الثالثة هي شركة بوش المقرر افتتاحها في القريب العاجل. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيضاً بممثلي شركة CSCEC الصينية وممثلي شركة إنكوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وده لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية. وشهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية. في هذا الإطار نوه مدبولي إلى أنه عرض هذا الملف في اجتماع على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع، ليس فقط من حيث التصميم ولكن أيضاً من حيث آلية وتكلفة التنفيذ. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي النسر المدافع، اللي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية. يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة.